كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم. ثانيا كل الشكر والتقدير لمحامي مصر. كل الشكر والتقدير لنقابة مصر. أنا صباح البياتي الأمين العام المساعد من العراق. كل الشكر والتقدير لسعادة النقيب سامح عاشور على هذه الاستضافة الكريمة، والذي اعتبره هو لم شمل هذا الاتحاد نحن نشعر بأنه غاب هذا الاتحاد عن قضايا أمتنا العربية. نحن في العراق نعي جيدا من هو اللي تآمر علينا ومن هو الذي سبب باحتلال العراق. عندما احتل العراق أنا أعتبر احتلت الأمة العربية جميعا، وأن هذا ما يحدث الآن في الوطن العربي هو أساسه هو احتلال العراق الذي أنتج دستورا ونظاما طائفيا مقيتا، ولكن هذا الشعب العراقي العظيم انتفض الآن، والآن هو في حراك ثورة سيغير النظام السياسي في العراق. العراق ليس هو فقط الفساد، لا، العراق هو النظام الطائفي المقيت. نحن مع شعب سوريا أرضا وشعبا، نحن مع سيادة سوريا أرضا وشعبا. نحن لا نقبل أي تجاوز أو تجرب من أي دولة كانت على سوريا الشقيقة وعلى أي بلد عربي. كان الأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين يحضر، لكن هذا الحراك الذي يحدث الآن في العراق هو الذي أخره، وهو يقدم كل الاعتذار لكم وشكرا لكم.